دعوات لتفعيل قانون حماية المعلم وسط انتهاكات واعتداءات متكررة على الملاكات التعليمية. أحب في حلقة جديدة من حصاد الرمضاني، وهذه الجلسة الرمضانية اللي راح نستهل بذلك القول المأثور: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. رسالة المعلم وقيمته لم تقتصر في جانب العلم فقط، فهو ذلك الإنسان الذي يشعر طلبته بالأبوة والعطف والحنان لينال مرتبته العالية في المجتمع. لكن في الأعوام الأخيرة مع الأسف بدأت حالات التجاوز على المعلمين تتفاقم، وأصبح الكل يخشى من هذه الحالة بأن تتفاقم وتصبح بمستوى الظاهرة. اليوم راح نتناول هذا الموضوع بكل أبعاده، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعدوا أن الزملاء في غرفة الحصاد، ونرجع نفتح محاور جلستنا الرمضانية مع ضيوفنا الكرام. منذ بدء التكوين البشري وبناء المجتمعات الإنسانية على مر العصور، كان للمعلم الدور البارز ببناء الإنسان. هو أول من وضع مكانة وأهمية للمعلم في المجتمع الإسلامي، نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بقرار ربما لم يفهمه البعض عندما عرض على الأسرى الكفار اللي إلهم القدرة على الكتابة والقراءة إطلاق سراحهم وكسب حريتهم، بشرط أن يعلم كل واحد منهم 10 من المؤمنين القراءة والكتابة. وبهذا القرار يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من وضع مكانة وأهمية للمعلم بالمجتمع الإسلامي، لإدراك النبي أن التعلم والتعليم هو روح الإسلام، حيث لا يرتفع إلا بمنازل المعلمين. فما بال مجتمع العراق اليوم وحنا نشوف تدني هيبة المعلم ومكانته بينهم. وهنا نسأل: أين ذهب الاحترام والإجلال اللي كان يتمتع به المعلم؟ لو رجعنا لسبعينات القرن الماضي لوجدنا أن هيبة المعلم ومكانته محفوظة من قبل الطلاب وأهلهم كذلك الدولة، لكن بدأ عدم الاحترام يظهر بعد فرض الحصار وما جلبه معه من ظروف معيشية صعبة كالعوز والفقر وانهيار قيمة العملة العراقية وإهمال النظام البائد لهاي الشريحة المهمة ماديا ومعنويا، وجعل من المعلم يعاني من حالة العوز المادي المستمر، فالراتب اللي يتقاضاه ما يكفي سوى أيام قليلة. وبعد سقوط الطاغية تحسن المستوى المعيشي نوعا ما للمعلم والموظف بصورة عامة، لكن ظهرت مشاكل منها فقدان هيبة المعلم من خلال فتح وزارة التربية الباب على مصراعيه لشكاوى الطلاب وذويهم وأغلاقها أمام منتسبيها، وهو قرار من مجموعة القرارات غير المدروسة اللي اتخذت من قبل الوزراء غير الكفؤين اللي تم تعيينهم حسب المحاصصة الحزبية، كذلك عدم إقرار قانون حماية المعلم. وهذا تبقى شريحة المعلمين من دون قانون صارم يحميها ويمنع الانتهاكات والتجاوزات اللي يواجهها المعلمين من الطلبة وذويهم كي يستردوا حقهم الكامل من المعتدين. من جديد حياكم الله مشاهدينا الأحبة ومساكم الله بالخير، وباسمكم رحب بضيوفي الأكارم الأستاذ عباس السوداني نقيب المعلمين العراقيين، حياكم الله عباس، رمضان كريم، والأستاذ حيدر فاروق المتحدث باسم وزارة التربية، أهلا مرحبا بك أستاذ حيدر ضيفا كريما، وكذلك الأستاذ علي التميمي الدكتور علي الخبير القانوني، حياك الله دكتور علي، أهلا مرحبا بك، وكذلك الأستاذ أحمد الجميري رئيس مجلس الآباء والمعلمين في إعدادية العامرية، حياك الله استاذ احمد، صيام مقبول ان شاء الله. وقبل ان نبدا بمحاور حلقتنا لابد ان نشرككم مشاهدي الاحبه في موضوعنا لهذه الجلسه الرمضانيه، ونسالكم سؤال استطلاع لارائكم: هل سينجح البرلمان الحالي بتفعيل
قانون حماية المعلم للحد من الانتهاكات المتكررة. وقبل ختام الحلقة راح ناخذ نتائج الاستطلاع اللي تتفضلون بالتصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالقناة والموقع الإلكتروني. أبدأ مع حضرتك أستاذ عباس، يعني لما نتحدث عن الاعتداءات على المعلم، العمل النقابي ونقابة المعلمين هل توفر حماية للمعلمين، مطالبة بحقوقهم؟ بالتالي شهدنا قوانين لربما يعني تحمي المعلم ولكنها لحد الآن لم نراها تطبق بالصورة الصحيحة. شكرا أخي العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وكادر البرنامج، وأحيي جميع مشاهدي قناتكم الغراء، ونقول في هذا الشهر الفضيل كل عام والعراقيين بألف خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع ويتقبل عمل الجميع إنه سميع عليم. بداية الموضوع بصراحة كنقابة معلمين شخصت هذه الظاهرة السلبية الدخيلة على الشعب العراقي منذ سنوات، وبالتالي كان هناك اتفاق مع الأخوة في لجنة التربية البرلمانية آنذاك، وكان هناك فكرنا أنه كيف نحد من هذه الظاهرة الحقيقة الظاهرة السلبية اللي اليوم أصبحت حديث الشارع العراقي وحديث الإعلام، وللأسف الشديد نقولها بحق الشعب العراقي، الشعب العراقي صاحب تاريخ وحضارة وصاحب الحرف الأول بصراحة. فكرنا أنه يعني نصيغ أو يعني نهيئ قانون يحمي المعلمين. ما هم هناك قانون هو قانون حماية الموظفين، وهذا موجود أساسا، ولذلك حتى أنه لما نقدم للحكومة العراقية كان هناك اعتراض باعتبار هناك قوانين تتعارض مع هذا القانون هو قانون حماية الموظفين، ولكن إصرار نقابة المعلمين وبقوة لإقرار هذا القانون، تم إقرار هذا القانون من قبل شرع هذا القانون من قبل مجلس النواب العراقي برقم 8 لعام 2018، وبعد هذا تم المصادقة عليه من السيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بوقتها، ونشر بالوقائع العراقية، وهناك أيضا ضمن القانون هناك تعليمات قامت فيها نقابة المعلمين بالشراكة مع وزارة التربية، وصدرت هذه التعليمات وأيضا نشرت في الوقائع العراقية للحد من هذا الظاهرة. فعلا عندما صدر القانون قلت هذه الحالات والاعتداءات بشكل ملحوظ بصراحة، لأنه ليس كل الحالات هي تظهر أمام الملأ إلا بالحالات اللي توصل من قبل البعض وتنشر بوسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم تصل إلى القنوات الفضائية وينتشر الخبر، وهذا طبعا موجود فعلا على هذه الشاكلة. هذا فيما يخص عباس، فيما يخص دور نقابة المعلم، ولكن أيضا وزارة التربية لها الدور الكبير. يعني لما نتحدث عن 4-5 سنوات فائتة أحد المشرفين التربويين يقتل بباب يعني دائرة الإشراف مالته في البياع، في بعض الحالات اللي أصبحت أنه طالب يرسب ويتجاوز على المعلم، وصلت مراحل إلى القتل. طيب وزارة التربية ما الدور الذي تطلع به سيد حيدر بوسط هكذا حالات؟ نعم، رمضان كريم عليكم إن شاء الله، وتحية لضيوفك الكرام. نتمنى التوفيق دائما للجميع إن شاء الله، ونتمنى التوفيق لطلبتنا، والشكر الجزيل لملاكاتنا التعليمية والتدريسية بما تفضل به السيد السوداني حول هذه القوانين وهذه القرارات. اليوم وزارة التربية ممكن ما راح أتحدث لك بقانون بقدر ما هناك مشكلة، هي أسف أنه اليوم إذا موجود قانون لحماية الطبيب وهناك قانون لحماية المهندس وقانون كل هذه إذا تحميهم قوانين، المفروض أنه يكون المعلم لا يكون له قانون للحماية. المعلم مقدس، يمكن ما راح أقول لك يمكن كالقمر وكالشمس، هذا المعلم. يعني في بداية تقريركم تحدثتوا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معركة بدر لم يقل للمشركين أنه أريدك مثل تصنع لي أسلحة مقابل سراح أطلاق سراحك أو تفعل لي كذا أو كذا مقابل، إنما أن تعلم. وهذا وحتى حينما نزل القرآن الكريم
نون والقلم. في أول في أول سورة اقرأ اقرأ، لم يقل اعمل ولم يقل ازرع ولم يقل اصنع، إنما اقرأ وأعلم بسم الله سبحانه وتعالى كيف ممكن تصير هذه المخلوقات، وعلم آدم الأسماء. كل هذه الأمور هي من التعلم. من هو المعلم؟ من هو هذه القامة الكبيرة؟ هذا المجتمع. الاعتداء على المعلم، يعني ليس المعلم إنما اعتداء على المجتمع بالكامل. من الذي أوصل الطبيب؟ من الذي أوصل البروفيسور؟ من الذي أوصل العالم؟ من اليوم حتى ممكن رفع أي دعوة قضائية، أي دعوة قضائية ممكن ترفع على أي شخص يقوم بالاعتداء على المعلم. من حق كل الشعب أن يقيم دعوة قضائية على من يعتدي على المعلم، لأنه اعتدى بالكامل. ممكن اليوم اليوم السيد أحمد، من الذي أوصله إلى أنه يكون بهذا المركز وإعلامي مرموم؟ لا تكون المعلم العراقية لم يكن بها طالب، نفس السيد السوداني. يعني قبل كم يوم وزارة التربية عفوا سيد حيدر، يعني عندها إجراءات أو تعامل مع جهات أمنية للحد من هذه الحالات، ما نريد نسميها ظاهرة. لا بالتأكيد، يعني إحنا يعني اليوم وزارة التربية هي مو يعني جهة عقابية مباشرة أنه تذهب إلى اعتقال هذا الشخص من قام بهذا الاعتداء، بقدر ما تكون هناك لجان تحقيقية حتى تثبت من المقصر بهذا الموضوع. أيضا يعني اليوم حتى المعلم، والسيد السوداني يمكن يشاركني بهذا الرأي، ممكن كثير من الاعتداءات لكن المعلم يبقى هو مربي فاضل، ينظر إلى هذا الشخص ممكن أنه خطأ، وهذا مثل ابنه، وهذه مثل بنته، ويتعامل مع هذه الإجراءات البعدية. لكن الإجراءات القبلية، توفير الحماية للأسرة التعليمية في المدارس، اليوم توفير الحماية. إذا كنا نبحث عن قانون، فوزارة التربية هي ليست المشرع للقانون، إنما التعاون مثل ما ذكر قبل قليل السيد السوداني مع نقابة المعلمين. هناك جهة تشريعية اللي هي مجلس النواب، ممكن أن تقر قانون لحماية المعلم. فهو أنا هذا اللي تحدث لك عن أنه هذا أسف، أنه يكون المعلم له قانون يحمى به، بقدر ما أنا أعرف قيمة هذا المعلم وأنا أحمي هذا المعلم من أي شخص يحاول الاعتداء عليه، حتى وبكلمة وبإساءة. يعني مرفوض رفضا تاما أن يكون ممكن الأب أو ولي الأمر في بعض الأحيان يتحدث على معلم بالسوء أمام أبنائه. طيب، فهذا مرفوض رفض تام. هنا راح أتحدث أيضا عن الإجراءات، لما دكتور علي جيت الحابة حضرتك وطالب يحمل السلاح، بالتالي يتهجم أو يطلق الرصاص على أحد المعلمين، يعني هذا شروع بالقتل. القانون شو راح يحاسب في هاي الفئة العمرية وفي هذه العلاقة الترابطية بين الطالب والمعلم؟ ويعني حالات بصراحة بدأ المجتمع يراها غريبة. صح. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي العزيز وضيوفك الكرام والسادة المشاهدين، ورمضان كريم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. طبعا أحييك على اختيار الموضوع المهم جدا اللي يعني يتناسب مع شهر رمضان حقيقة. وربما أبتدئ من حيث انتهى الأستاذ، في حق الجميع في إقامة الشكوى أمام محكمة التحقيق ضد من يعتدي على المعلم. المعلم والمدرس أيضا، حتى المشرفين التربويين، لهم حقوق في رقابنا جميعا، لأنه حقيقة القدوة الحسنة، الأساس، الارتكاز. حتى بعلم النفس الجنائي احنا عندنا بالقانون سنوات العمر الأولى للإنسان هي التي تكتسب من جناح من الأجنحة المهمة، بالإضافة للبيئة والأسرة هي المدرسة. فالذي يعطيك إياه المعلم والمدرس هو يشكل نبراس يضيء لك الطريق القادم، هذه قاعدة. التقرير يعني مع الاحترام يقول نريد أن يشرع قانون، مثل ما ذكر الأستاذ النقيب القانون موجود، القانون رقم 8 سنة 2018 شرعه البرلمان العراقي، وبنقاط إيجابية جدا، يتكون من 14 مادة. هاي الامتيازات طبعا، هو شوف المادة 5 تعاقب بالحبس 3 سنوات على من يعتدي على المعلم، أو الدقة العشائرية على المعلم، وغرامة تصل إلى 10 مليون دينار. لكن هذا النص هو تكرار لقانون العقوبات مادة 229 اللي هي اعتداء على الموظف أثناء الوظيفة. لكن أنا شخصيا يعني كباحث بالقانون
وعملت بالقضاء، أرى أنه عندما تضع قانون خاص لجهة معينة أفضل من أنه ترجع للقانون للأب أستاذ أحمد. طيب نفس الحكم راح يكون في هذه المواد القانونية؟ لا، ما هو هذا عندنا قاعدة بالقانون، والطالب تكون العقوبة مشددة. عندنا قاعدة بالقانون، القانون الخاص يقيد العام أستاذ أحمد، يعني هذا قانون خاص قيد قانون العقوبات. نعم. فالنصوص الموجودة بتطبق، أنا قريتها بدقة طبعا. نعم. لاحظت امتيازات موجودة للمعلمين والمدرسين، لا أعرف يمكن الأستاذ يسعفنا، هل هي مفعلة مثلا قطعة أرض، تسجيل يمنحونهم العقاري 100,000 بالشهر، العلاج على حساب وزارة التربية، ما أعرف يعني هل هذه الأشياء مفعلة؟ طيب إذا كانت غير مفعلة وكثير من المعلمين والمدرسين معروفين ما عندهم بيت يعني، طيب لماذا، والسؤال للأستاذ، لماذا لا تتحرك وزارة التربية؟ وهي شغلها للقانون، واجب التطبيق أستاذ أحمد، تمن البرلمان يشرع قانون الكرعين في الجهة التنفيذية المختصة، هي اللي تناري بعد طلعت مسؤولية شرعت لك قانون. فهاي الامتيازات الموجودة هل هي مطبقة؟ سؤالك بالنسبة للعقوبات أيضا، يعني هذا الطالب اللي يرتكب هذا، احنا عندنا بالقانون قانون رعاية الأحداث يسموه الاكتشاف المبكر للجريمة، يعني هذا اللي يحمل مسدس، احنا كنا خريجين الثمانينات بالمدارس، كان اللي يحتدي على معلم او مدرس كأنه هذا يعني كفر بكل المقدسات حقيقة، حالة نشاز جدا. طيب هذا من جد، هذا عندنا بقانون رعاية الأحداث يسموه الاكتشاف المبكر للجريمة، يعني اكتشفته بكر، هذا لازم من يروح باحث اجتماعي من حال وضع خاص، حتى دراسة شخصية، وحتى ممكن انه يوضع في دور الدولة اذا المحكمة قررت. في نفس المدارس عندنا باحثين اجتماعيين، اي هم يحيلها، هذا يسموه الاكتشاف المبكر استاذ. نعم. هذا هل هو يعني مفعل في المدارس الان؟ هذه نقاط مهمة استاذ احمد. طيب. تبقى عندنا المشكلة المجتمعية، وهنا رحب بالاستاذ احمد الجميل مجددا. استاذ احمد، يعني في مثلث الصيرورة او بالتنشئة الاجتماعية عندما يقسمون علماء النفس إلى الأسرة والمدرسة والمجتمع، هم المسؤولين عن تشكيلة الشخصية، شخصية أي فرد في هذه التنشئة. هسه المنظمات الدولية أضافت لنا بعد عنصرين جدد، واحدة منهم الإنترنت، فبالتالي لما أتحدث عن السلطة الأبوية، وهنا السلطة الأبوية للمعلم داخل مدرسته وللأب أو الأم داخل الأسرة، هل هذه السلطة الأبوية موجودة أم أن سلطة الإنترنت أصبحت هي التي تتحكم بعقول المراهقين والأطفال وحتى الشباب؟ في البداية تحية لك ولضيوفك الكرام ولقناتكم الموقرة، ورمضان مبارك عليكم جميعا. حقيقة اليوم الموضوع هو من المواضيع المهمة جدا اللي تخص الكوادر التدريسية والتربوية، كل ما ذكره الأخوان يصب هي للمصلحة العامة والتي تمضي إلى تحقيق الأهداف المنشودة. احنا سابقا حقيقة الأجيال السابقة كان للمعلم أدوار كثيرة، ومن أهم الأدوار أنه هو مربي، يعني هو يربي يقوم بمهمة عن نيابة عن البيت. ولهذا السبب كنا احنا والأخوان يشاطروني الرأي أيضا، المعلم من نشاهده بالأزقة بالشارع نخشى أنه يشوفنا ونتعرض إلى عقوبة من عنده أو توبيخ. ليش؟ إذا كان له مكانة عظيمة جدا. لكن اللي صار حقيقة الأجيال اللي اختلفت، هذه المشكلة الكبيرة. يعني اليوم الجيل حقيقة، وأتكلم بكل صراحة، أغلب الأجيال الآن غير مسيطر عليها، يعني خصوصا دخول عامل الإنترنت، المفروض انه نستخدمه بصورة صحيحة تفيدنا في العملية التربوية والتعليمية، لكن للأسف الشديد انه عنصر الانترنت مضى في الاشياء الحقيقية اللي نستفاد من عندها، بل اصبح علينا عائق ومشكلة ايضا انضافت الى المشاكل اللي اليوم نلاحظها. اليوم احنا البيت يبتدئ القضية من البيت، يجب أن يكون هناك رقابة حقيقية من الأب من الأم إلى الابن إلى البنت، اللي هم يكونون الحلقة الرئيسية إلى أن يوصلون إلى المدرسة. بالتالي من تكون أكو رقابة في داخل البيت ويذهب الطالب إلى المدرسة،
هنا 50% من المشاكل راح تزال، لكن اللي احنا دا نشاهده طبعا الأغلبية احنا ما نقدر نعمل، لا اكو عوائل تابع وتحرص على ابنائها وتحاسب ايضا في نفس الوقت. اليوم احنا نشاهد في اغلب المدارس وخصوصا المراحل المتقدمة اللي هي الاعداديات، يعني اليوم احنا في اغلب مدارسنا نلاحظ الأرجيلة الالكترونية الطالب يجلبها معه او بعض الأسلحة الجارحة اذا عنده مشاكل مع زملاء في موضوع المسؤولية على اليمن، يعني يفتش بالمدرسة قبل ما يطلع. هنا سأل احمد، يعني وسائل الاعلام والسوشيال ميديا اصبحت هي تغذي عقول الطلاب بكل الفئات العمرية، واصبحت هي تتحكم من اللي الى السلطة على الطالب والتلميذ انه يغذي عقله ويخلي يصرف هذه التصرفات. لنتفق اولا مبدئيا اي تصرف تجاه الطالب وزارة التربية اعطت الحق يعني بنسبة كبيرة جدا للطالب، بحيث اليوم المدرس او المعلم ان قام بتوبيخ الطالب رأسا تشوف ولي الامر قام بشكوى ضد المعلم او المدرس. يعني احنا باجيالنا السابقة احنا مو نريد نشجع اليوم على الضرب، لا حقيقة، لانه قلت لك في بداية حديثي المجتمع كله تغير والثقافة تغيرت والاجيال تغيرت، يا ما احنا كليتنا الجالسين يا ما شبعنا ضرب وتوبخنا وصلنا الى ارقى المراكز، تشوف اليوم الضابط والمهندس والدكتور والى اخره من كل التصنيفات. الطالب تحت مسمى من امن العقاب اساء الادب. الطالب اذا ما اكو الى عقاب حقيقي حتى يعرف الحقوق اللي له والواجبات اللي عليه، اليوم امتزجت مع بعض حقيقة الحقوق والواجبات. فتشوف المعلم، شوف احنا صار لنا اعتقد 20 دقيقة نتكلم بحلقة جنابك معلم معلم معلم، في حين اكو تصنيفين مدرس ومعلم. نعم بس تشمل الكل. احنا نعم تشمل الكل، لكن احنا بالعفوية اخذناها معلم، هو اللي علم هو اللي ربي. نعم. فهذه الكلمة كلمة جليلة. اليوم احنا اغلب الكوادر التدريسية حقيقة ما تقدر تتصادم مع الطلبة. طيب. يخاف من شكوى، يخاف من مشكلة عشائرية، هذه الكارثة الكبرى الآن حقيقة. من تقول دقة عشائرية بالمصطلح العام أو يعني قوامة من هذه المصطلحات، اليوم المعلم فقد هيبته، يقوم بعد أي طالب يسيء الأدب ما يقدر يتكلم معه. هذه مشكلة كبيرة أحمد. في غرفة الحصاد الزملاء عدون بعض الإحصائيات اللي ممكن أن نطلع عليها ونلاحظها، وراح تعرضنا إياها الزميلة غفران حسن، نشاهد هذا التقرير ومن ثم نرجع أكمل جلستنا رمضانية. تضمن المادة 73 من الدستور حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية. قانون حماية المعلم شرع في الدورات السابقة للبرلمان، ولكن لم يتم تفعيله إلى الآن بالرغم من أن القانون مهم جدا. القانون سيحمي المعلم من الأمور العشائرية التي تهدد وظيفته، كما تمنحه القوة في أداء دوره الكبير. القانون لا يحتوي على أي تبعات مالية، وعليه فإن تفعيله لن يكلف الحكومة دينارا واحد. إذن لماذا لن يتم تفعيله إلى الآن؟ من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجد الترحاب بضيوفي الأكارم في هذه الجلسة الرمضانية. أستاذ عباس، لما نتحدث عن حالات الاعتداء على الملاكات التعليمية اللي لربما المدارس مكتظة، بالتالي الصف إذا أقعد أسكت 60-70 مرة خلص الدرس، المستوى التعليمي بدأ يهبط، الامتحانات لربما تكون صعبة. نحكي هنا على إيجاد مبررات لهذا السلوك غير اللائق من قبل الطلبة أو التلاميذ تجاه الملاكات التعليمية، بالتالي هذه الضغوطات الحياتية تؤدي إلى استفزازات تخلي هذا الموضوع
شنو نفهم انه هذا الطالب ليش دا يفكر لما يتجاوز الجائحه لما فرضت علينا التعليم الالكتروني واصبحت لربما بعض الحالات اخذناها ايضا في حلقات عديده انه لربما الالفاظ غير اللائقه او التعامل باريحيه تامه من قبل الطلاب على الجروبات وغيرها بدات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا راح نحكي على الايقونه للاسره التعليميه وتهشيمها من قبل الطالب. شنو المبررات اللي نعطيها للطالب حتى يحق له يتصرف بهالشكل؟ حقيقه قبل لا اجاوب على سؤالك، هناك ملاحظه ذكرتها الاخت مقدمه التقرير، هاي الماده لا تعني انه هاي مواد ذكرت بقانون حمايه المعلمين. بصراحه اليوم لو نبحث عن الاسباب الاعتداءات وتكرار هذه الظاهره نجدها الكثير، ومن ضمنها طبعا البيئه المدرسيه. اليوم هناك مدارس ثلاثيه الدوام وثنائي الدوام، وغير انه الاعداد المكتبه داخل الصف وداخل المدرسه، وهذا اكيد مثل ما تفضلت يعني لا يعطي مساحه كافيه للمعلم والمدرس يعطي دوره التربوي يعني بمعنى الاخلاقي. يعني كثير من المدارس كانت يعطي المعلم والمدرس دقيقه او خمس دقائق من الدرس بالامور التربويه الاخلاقيه الاجتماعيه الثقافيه، هذا غابت لانه اليوم بعض الصفوف او بعض المدارس يمكن يكون 35 دقيقة اذا كان دوام ثلاثي. والبيئة المدرسية بصراحة اكيد خلل موجود واضح، قلة الابنية المدرسية، وهذا طبعا هم مشكلة تضاف الى المشاكل اللي سببت هذا التمادي وهذا التنمر من قبل التلاميذ ومن قبل الطلبة. اضافة لذلك يعني عدم متابعة الأسرة العراقية المحترمة لأبنائها أو بناتها من خلال بدء الدوام لحد نهاية العام الدراسي، بل يكون البعض يعني أنا لا أتكلم بالعموم، بالعكس هو يتابع ابنه ويتابع بنته في المراحل الأخيرة للعام الدراسي، كأنه يكون في توزيع النتائج، كان يكون في دخول البكالوريا، وهذا طبعا شيء طبعا اكيد هو خلل واضح، لان المؤسسه التربويه لابد تكون تعاون جاد مع مؤسسة الاسريه، وهذا طبعا سر نجاح التلميذ ومصلحه التلميذ والطالب في نفس الوقت. القضيه الاخرى يمكن تحدثت عن الاستاذ حيدر قبل دخولنا للاستوديو او البرنامج، هناك فضائيات وهناك اعطت وخصصت الوقت الكثير في سبيل انه اللوم على المعلم وعلى المدرس في حالة انه توبيخ الطالب. واحنا اليوم نعرف جيدا والكل يعرف اليوم المعلم يمثل الاب والمعلمة تمثل الام، لانه اكثر الاوقات ابنائنا الطلاب والتلاميذ هم يقضوها بالمدرسة، يعني 6 ساعات بالمدرسة او 5 ساعات او 4 ساعات، هذا وقت غير طبيعي، يعني هو في تحت امر المعلم والمعلمة، وهذا الامر يعني اعتقد انه وضح وضوح الشمس عندما كانت التعليم في ظل جائحة كورونا. اعتقد الشعب العراقي الأسرة العراقية عرفت قيمة المعلم والمعلمة، يعني رب ذات إدارة النافع عرفت قيمة المعلم كيف يتعب وينطي المادة ويعني يروض هذا الطفل إذا كان من فئة العمر إذا كان مراهق أو إذا كان غير مراهق، ولذلك عرفوا قيمة المعلم عرفوا قيمة المدرسة. عندما أصدرت كتاب وزارة التربية وبدء العام الدراسي الجميع سواء تلاميذ أو طلبة هم فرحوا بهذا القرار، لأنه كان هم وكان على الناس على الأسرة العراقية. لذلك نحتاج يعني اليوم بصراحة نعتقد هذه الظاهرة يمكن يتفق معي الغير، هذه الظاهرة يجب أن تدرس من قبل الجهات الأمنية. صح هناك حراس أمنيين موجودين داخل المدرسة، ولكن أتكلم بصراحة هؤلاء الناس مقيدين، هؤلاء الناس يعتبرون موظفين استعلامات، لأن كثير من الحالات الاعتداءات اللي صارت بالمدارس ما كان لهم دور بصراحة. آخر اعتداء في مدينة الصدر على مدرسة كان أول اشتباك مع حارس الأمني، طيب أنا نعطيك سلاح وكذا، الرجل هذا الحارس الأمني أيضا يخاف من قضية المطالب الأشعرية، لأنه بصراحة هم لنا عتب شديد،
على العشائر العراقية الكريمة هم أهلنا وعلى عيننا على رأسنا، لكن أكو أمور يجب أن يقفوا يعني يخلونها في الحدود، لأنها ما أعتقد أنه اليوم العشيرة بها المعلم وبها المدرس وبها الطالب وبها الضابط وبها الفنان وبها اللاعب، ما أعتقد أن هاي أنا يعني أحل هاي الإشكالات في قضية يمكن تلك في بيت معين من البيوتات. ولكن يا أخي العزيز نقطة مهمة، دور العشائر العراقية اليوم، أنا أعتقد أنه بعض العشائر العراقية الكريمة في محافظة الرقاب اللي الآن هاي العام 81 حالة اعتداء، وآخر حالات الخطرة اللي هي كانت بالرصاص، وطبعا حذرنا وحذر لهذا من منبركم الكريم، أقول على الحكومة العراقية أن تتخذ التدابير اللازمة في الحد من هذا الظاهرة، لأنها عدوى وكارثة، لأن الطلقة لا ترحم ولا تعرف أطفال ولا تعرف طلاب ولا تعرف تلاميذ، عندما تطلق هاي الإطلاقات يجب أنه عباس أشكت الحارس الأمني في هذه الموضوع. طيب أستاذ حيدر هنا السائل مثل ما طرح سأل عباس السوداني، الحراس الأمنيين كافيين للمدارس؟ مطلوب أنه يعززون بنقاط يعني دوريات شرطة، يعني هنا نتكلم عن الحماية الخارجية للطلاب وللأسرة التعليمية، نتكلم عن تفتيش الطلاب أثناء دخولهم، نتكلم عن تعامل الأسرة التعليمية فيما بينهم، يعني قضية شائكة لربما. هل هو الحارس الأمني بتوصيف سأل عباس هو موظف استعلامات؟ حتى موظف استعلامات هم لربما يقوم بتفتيش الطلاب، مدارس الطالبات أيضا يتم التفتيش، قضية الزي غيرها من هذه التفاصيل، شنو اللي تقوم به وزارة التربية من إجراءات بهذا الصدد؟ يعني اليوم أنت مثل ما قلت أنه الموضوع شائك مو لأنه مشاكله كبيرة، لكن هو ممكن تجي من تفكك هذا الموضوع، هو بسيط جدا إذا ما تعاون الكل، وإذا ما كل جهة معينة أخذت جزء من هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها ونفذتها بالشكل الصحيح. اليوم احنا من نتحدث، نعم أشار السيد السوداني إلى اليوم احنا ممكن نحتاج إلى ما يقارب 10,000 مدرسة حتى بس نفك الدوام المزدوج، يعني لدينا ما يقارب 25,000 أو أكثر من إدارات مدرسية، وهذه معظمها ممكن تكون في دوام ثنائي وبعض منها دوام ثلاثي. حتى وإن هذه 10,000 مدرسة جاءت، يبقى الزخم في هذه الصفوف بأعداد كبيرة. لكن اليوم أيضا الموضوع مو فقط إحنا من نتحدث أنه نمنع الضرب، لأنه المعلم يعني هو حينما نقول معلم، كل الكلمات البقية التي تأتي بوصفه هي غير كفيلة بأن تضع له هذه القيمة الحقيقية للمعلم. المعلم حينما يأتي لصف، هناك كثير يعني اليوم الطالب أو التلميذ من يجي من البيت هو ما راح يجي من أول يوم راح يعبأ من قبل المعلم على السلوكيات وعلى الأخلاق وعلى الاحترام، إن لم يكن هناك تمهيد من الأسرة أو تربية إلى التلميذ بشكل إيجابي وبشكل جيد للدخول إلى المدرسة، وكيفية أيضا التعامل إلى المعلم، كيف ينظر إلى المعلم، المعلم هنا أب، المعلم هنا عم، المعلم هنا خال، المعلم هنا جار، المعلم هنا صديق. المعلم ليس هو يعني من خارج البلد، أو هو إنسان آلي وصنع فقط لأن يعطي دروس، هو جزء من مجتمع. اليوم المعلم ممكن يكون أني خالي مدرسني معلم هو وهو خالي، وممكن خالتي مدرستني وهي معلمة، يعني جزء من مجتمع. المجتمع هو بالفعل المعلم أب وأخ وعم وصديق وجار، نفس الشيء بالمقابل التلميذ والطالب، هو ابن، هو ابن أخ، هو ابن جار، نحن يعني نسيج هذه العلاقة ما راح تخلي أنه يتمكن من تفتيش الطلاب أو من قبل التفتيش. طيب أنا أتحدث قبل التفتيش الأمنية. أيضا هو هم من ضمن هذا الوسط، هو ابن المنطقة، ولربما يخشى من بعض حالات الدخول للمدرسة، يخشى من يعني الطالب، أتحدث من الداخلين الزوار، أو حتى من يهدد الأسرة التعليمية. أتحدث عن المفروض الذي يكون. نعم. أتحدث عن قبل التفتيش، أنه كيف ممكن المفروض يكون التعامل مع المعلم، وكيف ممكن أنه يحمل التلميذ هذه الأخلاق، ما جزء من هذه الأخلاق وجزء من هذه أنه على أي أساس تحمل آلة جارحة إلى المدرسة.
على اي اساس ممكن انه انت تحمل مثل ما ذكر ارجيله ما يلزمون انه ارجيله وآلة جارحة وغيرها او حتى يعني هناك يعني ممكن انه استخدامها داخل ممكن هناك ايضا راح يتحدث بها الاخ الجميلي حول هذا الموضوع، مجالس الاباء استدعاء اولياء الامور حول هذا الموضوع. اليوم مو فقط التربية او المعلم هو لازم يكون هو المعلم وهو الشرطي، وفي بعض الأحيان جل الاحترام لهم كثير من معلمين أصبحوا هم ممكن موظفي خدمة داخل المدارس، من المعلم يكف بنطرونه ويغسل الصف، ومن المعلمة تقوم تمسح الصبورة، حتى وصلت إلى أن يعرف مدارس وصلت إلى أنه حتى بدأوا بتنظيف الحمامات الخاصة بالتلاميذ وبالطلبة. يعني شوف المعلم ماذا يعطي وكيف هناك بالمقابل. حتى هذه الأمور اللي تحدثنا عنها ممكن هي ما راح نقول قليلة، لكن ليست بالكثرة التي ممكن أنه تقابل حينما يكون هناك 13 مليون تلميذ وطالب. هذه أصوات هي قليلة، لكن الخوف أنه من هذا القليل حينما يكون هو الصوت العالي، حينما يكون هو مستقبلا خيار للذي ليس لديه خيار أنه يعتدي على هذا المعلم. مثل ما ذكر الموظف الأمني هو لديه مسؤولية ولديه نظام أنه المفروض أنه يكون هو مدافعا عن هذا الموضوع. هذا الموضوع أيضا أنه يعطي نوع من الـ الحساسية للتعامل مع هذا. قضية الحساسية لما هو يكون مسؤوليات الدكتور علي هذا رجل الأمن رغم عدم كفاية عددهم تكون عليه مسؤوليات كبيرة، بالتالي هو أيضا معرض للاعتداء بالنتيجة، وهو ابن المنطقة. لما يجي الضيف أو الزائر أو شخص معتدي بلباس الضيف والزائر، القانون راح يوفر له الحماية لهذا المنتسب الأمني. شلون من الممكن أنه إذا تصدى لحالات معينة من اللي راح يحميه؟ هو أستاذ أحمد يعني الحراس الأمنيين موظفين، فأي اعتداء عليهم يكون اعتداء على موظف أثناء تأدية الواجب. هنا نرجع قلنا إلى قانون العقوبات بالمادة 229 عاقب بالحبس 3 سنوات كل من يعتدي على موظف أثناء تأدية الوظيفة. فهذا يعتبر موظف سواء كان الاعتداء بشكل شخصي أو مثل ما تسمى بالدقة العشائرية اللي هي اعتبرت تعرف إرهاب، اعتبرت يعني يعتبروها إرهاب. فهذه الحراس الأمنيين هم موظفين ينطبق عليهم الوصف الوظيفي، لأنه سواء كان عقيد سواء كان جور يومي هو محمي بقانون العقوبات أستاذ أحمد. لكن ردت أشير إلى نقطتين مهمة شوي إذا تسمح لي أستاذ أحمد. طبعا إحنا يعني مثل ما نتحدث عن حماية المعلمين والمدرسين، خلي شوي نروح على الجانب الآخر. يعني هناك بعض المدرسين والمعلمين يعني ظهرت فيديوهات يحتدون على طلبة، هل هذه وحتى الحراس الأمنيين في هذه الدائرة آسف هذا المصطلح اعتداء خطأ يعني لا مو اعتداء ضرب يعني يضربونهم هذا الضرب. طبعا احنا اكو مادة بقانون العقوبات هي مادة 41 بقانون العقوبات تتيح للأب للمدرس للمعلم تأديب، تقول الناس يقول تأديب في حدود الشرع والقانون. وعندهم هم نظام المدارس رقم 30 لعام 1978 يمنع الضرب لكن في حدود معينة. هنا قانون العقوبات قيد هذا رقم 30، هاي وحدة. ثانية ما أدري الأستاذ يمكن يجاوبني على الاستفهام، أنا قرأت تقارير أنه أكو في بعض المدارس ليس الجميع اكتشفوا وجود مخدرات، يعني ما أعرف يعني هاي المعلومة إذا كانت موجودة أو صحيحة. لا ما وصلتنا أي شيء يعني. لا أنا مجرد استفهام استاذ. نعم لا يعني ما متأكد. لا ما يعني ما وصلتنا أي تقارير. لا يعني أكو تقارير وسائل إعلام عرضت شيء. دقيق حضرتك بالتعبير. نعم ها حضرتك دقيق بالتعبير. لا يعني قانوني حتى ما أدري. فهذه المسائل الرقابة على الطلبة مهمة جدا، أنا برأيي مهمة الرقابة على الطلبة خصوصا مع وجود الكم والزحامات الموجودة في المدارس. هذه نقاط ربما تكون رونج سايد باتجاه معاكس، يعني الأستاذ يمكن يجاوب عليها أفضل مني. لكن بكل الأحوال إحنا الحماية للمعلمين والمدرسين هي محمول قانونا،
والطلبة أيضا محميين، لأن تعرف هؤلاء في بناء الشخصية في علم النفس الجنائية من 5 سنين إلى 15 سنة. الإنسان عجينة تقدر تربيه بالشكل اللي يريد المدرس، الأب، الأم. فبالنتيجة وجود واختيار المدرسين والمعلمين حتى في زمن الإمام علي عليه السلام، وإحنا في ذكرى استشهاده، ركز كثيرا جدا على اختيار هو يسميهم المربين المعلمين، لأنه قوام الشخصية يساهم بالمعلم بالتأكيد. طيب هنا نتحدث أستاذ أحمد الجميلي عن دور مجالس الآباء في المدارس. صحيح الدور الخدمي موجود وقضايا الترميم وقضايا العلاقة بين الإدارة والأسر يعني ذوي الطلبة، ولكن أيضا الجانب التربوي يتشكل بمفاهيم مهمة في هذا الجانب. مجالس الآباء شنو دورها بالوصول إلى فض هكذا حالات، تدخل في حل نزاعات ربما بين الطلبة وبين ذويهم ومن جهة وبين الأسرة التعليمية من جهة أخرى؟ طبعا أستاذ العزيز، بالنسبة إلى قانون مجالس الآباء المعلمين لسنة 1994 المعدل، شرع هذا القانون، وهذا القانون يعتبر لمجالس الآباء هما حلقة الوصل ما بين البيت والإدارة والكادر التدريسي من جانب آخر، لتذليل كل الصعوبات اللي تواجه الطلبة. احنا خلي نكون منصفين ايضا، اليوم احنا كليتنا شدينا العزم على متفقين الكل على قانون لحماية المعلم، ولكن هناك حالات فردية لا تعمم، اتفق مع الجميع لا تعمم ولكن موجودة، انه بعض المعلمين اكد استاذ العزيز البعض وليس الكل، قد يكون البعض نسبة ضئيلة من عندهم، هناك تصرفات فردية بعيدة كل البعد. اليوم احنا جلستنا اللي قاعدين بندافع بها عن المعلم وعن حقوقه، هناك بعض التصرفات الفردية جدا. هذه التصرفات تنعكس سلبا، حقيقة تنعكس سلبا مع العلاقة ما بين المدرس او المعلم والطالب. اليوم دور مجالس الآباء دور كبير جدا. جنابك ذكرت انه ليس فقط للترميم، لا، الترميم الذي يقوم به مجالس الآباء لو هناك جهة حسابية دقيقة، لا أشوف أنه مليارات جمعت عن طريق مجالس الآباء في عموم العراق لإعادة وتأهيل المدارس وتوفرت كل شيء. أنا مثلا بإعدادية العامرية، إحنا بإعدادية العامرية وصلنا إلى مرحلة، هذا الموضوع يعني لربما بمجالات يعني لا تنكر يعني وجهود حثيثة، ولكن أيضا دور الحماية، دور تقارب وجهات النظر، الجائحة وما فرضته من التعليم الإلكتروني وتحديات كانت للطالب والأسرة الطالب وللمعلم، بالتالي الاعتداءات أو التجاوزات اللي كانت نتيجة هذه الضغوطات شلون حلوها مجالس الآباء؟ يعني إحنا مجالس الآباء حقيقة من أي مشكلة يعني تواجهنا ما بين الطالب والمدرس، أول خطوة اللي نقوم بها إحنا مع إدارة المدرسة ومع المرشد التربوي الموجود في كل مدرسة نستدعي ولي الأمر، لأنه لازم ولي الأمر على دراية كانوا بتصرفات ابنه أو بنته. هذه من النقاط المهمة، لأنه اليوم أنت تحل مشكلة عن طريق مجلس الآباء والأهل ما يعرفون، قد يكون مستقبلا هاي المشكلة تتفاقم عند نفس الطالب، فلازم ولي الأمر عنده دراية كاملة بتصرفات ابنائهم. فمجلس الآباء له دور كبير جدا في حل كثير من المشاكل. طيب. واليوم احنا حقيقة بعد ما تفضل الأستاذ علي والأستاذ عباس انه فرحة للطلبة من اتخذت وزارة التربية الموقرة بإعادة الدوام اللي 4 أيام في الأسبوع، طبعا أغلب العوائل العراقية فرحت لهذا القرار، لأنه تدري جنابك بالسنتين في جائحة كورونا احنا ما راح نقول جهلت أجيالنا، ولكن التعليم الإلكتروني هو حديث ولادة، ما متهيئين، حاصل تحصيل قدرة وزارة التربية مع الكوادر التدريسية أن تعبر بأبنائنا إلى بر الأمان وأن تكون هناك سلبيات. طيب. ولكن هو واقع حال فرض علينا. طيب. ولكن الحمد لله قدرنا نعبر بها. فاليوم إحنا المجالس الآباء لها دور كبير جدا في حل كثير من المشاكل التي ليس فقط ما بين الطالب والمدرس، لا بل انه ما بين الطلبه انفسهم. طيب
احنا عرفنا ضيفنا الكرام خصص الجزء الاخير من حلقتنا لهذا اليوم على مساله الحلول والمعالجات، ولكن قبل هذا نطلع على تقرير الزملاء في غرفه الحصاد اللي اعدوه لنا، وبعدها نكمل الجزء الاخير من جلستنا الرمضانيه. قفل المعلم وفيه التبجيلة. يبدو أن هذا البيت الشعري لم يعد معمولا به مع اتساع ظاهرة الاعتداء على الملاكات التربوية، فلا يختلف اثنان أن ظاهرة التعدي على الملاكات التدريسية سجلت أرقاما قياسية، فهذه الحالة الخطيرة مؤشر على وجود خلل في البنية التربوية والأخلاقية للمجتمع، وهذا الأمر يتطلب بحث أسباب هذه الظاهرة ونتائجها وموقف المعنيين منها وأثرها على سير العملية التربوية والتعليمية. فنسبة الاعتداء على الملاكات التعليمية لا تزال مرتفعة في بعض المحافظات، فتتناقل تقارير عديدة عن تعرض معلمي المدارس لاعتداءات من قبل الطلبة بسبب رسوبهم أو تلقيهم عقوبات إدارية أو منعهم من الغش في الامتحانات ويشارك ذويهم في هذه الاعتداءات. ودائما ما يدأب معلمون على نشر مقاطع فيديوية تؤكد تعرضهم للاعتداء داخل المدرسة أو خارجها، وقسم كبير منهم لا يستطيع الرد لاعتبارات كثيرة ما يجعلهم في موقف الضعف، فهم يتجنبون حصول ما لا يحمد عقباه حتى مع مصادقة مجلس النواب عام 2018 على قانون أوقع أشد العقوبات بالمعتدين على المعلمين وصولا للسجن لسنوات عديدة ودفع الغرامات المالية. طلعتنا أم عليه ولي أمر قال أنت ضربت ابني، قلت له والله ما ضربته، شفتني قال إلا أزرف عيونك بهذا السويج. وتشهد عملية التعليم في العراق تراجعا ملحوظا وعلى مختلف المستويات، وعليه لابد للدولة أن تلعب دورا كبيرا في تصحيح عملية التعلم والتعليم وأن تكون ضابطا على قدر المسؤولية في حماية الملاكات التدريسية من هذا التنامي المضطرد، فسيناريو الاعتداء بلا رادع حتى مع تغليظ العقوبة في وقت يتحدث فيه تربويون أن هذا الاستقواء على الجهاز التعليمي هو حصيلة تراكمية لإهمال دام 40 عاما. علي حبيب، الأيام. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة في الجلسة الأخيرة خصصناها لوجود الحلول والمعالجات، وأبدأ مع حضرتك أستاذ عباس لما نتحدث عن هذه المشاكل اللي تحدث في بغداد والمحافظات، بالتالي أين كانت المعالجات؟ هل في بغداد حالات قليلة ومعالجات كثيرة؟ المحافظات كيف كانت؟ الواقع بصراحة نحن كنقابة معلمين نعمل من زمن بعيد، إذا احنا كنقابة معلمين وباقي النقابات مشكلتنا صوتنا لا يسمع. شايف؟ عمل نقابي طيب صوتنا لا يسمع. أنا الصراحة تحدث من ضمن الأمور، طبعا إذا أقول لك المعالجات يمكن أخذ الوقت كله. لا احنا عندنا دقيقة بس من ضمن المعالجات سمع. أنا أولا علامة استفهام على الدولة، لأن اليوم صار تقريبا شهر كامل كل فضائيات الموجودة في البلد عرضت مشكلة الاعتداءات. نعم. والدرجة اللي وصلتها هي العيارات النارية. يفترض انه وزارة الداخلية والقوات الامنية الاخرى من جهات ثانية. هناك تشكل لجنة يعني خلية ازمة اعتبرها بصراحة. مرض كورونا صار في خلية ازمة، بدا التشخيص من حالة واحدة بداية الامر اتذكر بالنجف الاشرف بس شكلت خلية ازمة. يا اخي خلية ازمة تشكل وهاي الخلية تصدر قرارات وتصدر توصيات. الجانب الاخر احنا هذا المشكله ما تتعالج طبعا البنى التحتيه لها وزاره الداخليه طبعا شعبه الحمايات مو هذا المشاهد هاي بصراحه لابد انه يتنسق انه رجال الامن يحمون المدارس ينسقون امرهم مع الدوريات النجدة بحيث يكون اتصال مباشر قبل حدوث الاعتداء. يمكن انه تأتي سيارة النجدة والقوات الامنية تتواجد بالمدارس في قلة عدد الحمايات او الحراس الامنيين في المدارس لازم يكون اكو فاعلية تنسيق. اضافة الاستاذ احمد خاصة بالتربية، انا بعض المدارس ترى ما بيها نشط تربوي
هذا في موضوع هنا مشكلة أطرح صالح أحمد الجميدي، ولكن هم مقبلين على امتحانات صالح حيدر، بالتالي تفعيل دور الحماية للأسر التعليمية بالامتحانات. هناك دوريات، هناك تعاون دائما مع القوات الأمنية، تكون هناك مفارس قريبة من المراكز الامتحانية. لكن بالحديث عن الحلول، خلنا نتحدث بشكل تربوي مجتمعي. على الجميع، مرة أخرى أقول على الجميع، أن يأخذ جزء من المسؤولية الملقاة على عاتقه لاحترام المعلم، لتثقيف، لوعي، وأخص أولا وسائل الإعلام التي باتت إضافة إلى الأسرة وإلى البيئة. في السابق كان نقول باللغة أو باللهجة العامية الأب ربي، الأخ، الجار، العام، الصديق. اليوم وسائل الإعلام بشكل رسمي، اليوم وسائل الإعلام، اليوم وسائل الإعلام وشبكات التواصل هي من تغذي. أكثر من مرة حينما أكرر في وسيلة من وسائل الإعلام أن المعلم بات لا يحترم، صار غرس ثقافي إلى المجتمع أنه المعلم لا يحترم، ويكون هناك خيار أنه المعلم لا يحترم، في حين أنه المعلم أسمى من كل هذه الأمور، ولا حرف واحد ممكن أن يقافز على نظرية اتصالية مهمة دكتور، على نظرية الغرس الثقافي. بالتالي القوانين أصبحت تعزز هذه النظرية، لو عندنا مشكلة بالتطبيق لهذه القوانين ما نحتاج قوانين أستاذ، وابدا ما نحتاج قوانين. قانون العقوبات به 506 مادة عالج كل شيء. طيب، وعندهم قوانين خاصة هم تحمي المعلمين والمدرسين. أنا أتفق مع الأستاذ، المشكلة تثقيف. شوف، الإعلام، رجال الدين، الأسرة، هذا إذا ثقفنا المجتمع بها الطريقة وبينا دور المعلم، صدقني راح تنقضي على هذه الظاهرة. في كل دول العالم التيتشر، المعلم والمدرس رقم واحد في الحماية في كل شيء، لأنه ارتكاز وأساس لبناء الأجيال. فلهذا يعني حتى العقوبة أنا برأيي يعني لا تجدي نفعا، لا، مو عقوبة، تثقيف أستاذنا، وخصوصا رجال الدين. رجال الدين مهم جدا في إيصال الفكرة. صالح من الجميل، لاحظت السياسة دخلت بالعملية التعليمية؟ أكو سلطة سياسية أو كتل سياسية تدخل بهذا الموضوع؟ أكيد، يعني السياسة اليوم بالعراق دخلت في كل مرافق بالتالي كآباء أو أعضاء رؤساء مجالس آباء تنصحون أنه بالابتعاد؟ يعني إحنا بالنسبة إن حقيقة كمجالس آباء منتخبين هم من أولياء الأمور أنفسهم، إحنا على عاتقنا هي هذه الأمانة التي اللي 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 الأهالي من حولنا إياها. يعني إن شاء الله قدرنا إنه نكون على قدر المسؤولية والأمانة. أريد أعرج إلى نقطة كلش مهمة، أتمنى من كافة عواننا العراقية. اليوم إحنا المعلم إذا تقيسه بالثقافة وبالعمر، ما أعتقد اليوم مستوى المعلم إنه هو يشد ويا الطالب اللي هو بدرجة. عندنا بعض المعلمات يجوز الطالبة من ثاني ابتدائي هي بيبيتها حفيدتها، فلا يأخذون عواننا الكريمة الفاضلة إنه اليوم المعلم عنده عداء شخصي تجاه اللي هو حفيده أو ابنه. لا لا، المعلم أسمى وأكبر من هذا الشيء. فأريد شوية تكون اللهجة تخفف من يوم يجي طالب أو طالبة إنه والله المعلمة الفلانية قالت لي كذا والمعلم كذا، شاد دوية بنتي، شاد دوية كذا، بتصير جدا قوية. لا، نقول لعواننا يا عواننا الكريمة، هذول المربين هم ذول اللي راح يوصلون أبنائكم إلى أرقى المستويات، ويكون عنصر فعال في المجتمع العراقي، ويأتي يوما بعد كذا سنة من يكبر هذا الطالب ويشوف المعلم مالته لربما، مو لربما، أكيدا يقبل إيده. الكلمة الأخيرة لكم مشاهدي الأحبة، عندما صوتتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعنا الرسمية لقناة الأيام الفضائية، وسألناكم سؤال استطلاعي، هل سينجح البرلمان بتفعيل قانون حماية المعلم الحد من الانتهاكات المتكررة، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى حث والرقابة على التنفيذ؟ 22% قالوا نعم، 76% قالوا كلا، و 2% تحفظوا على الإجابة. الأستاذ عباس السوداني نقيب المعلمين العراقيين، شكرا جزيلا لحضورك معنا في هذه الجلسة الرمضانية. والأستاذ حيدر فاروق الناطق رسمي باسم وزارة التربية أثرية الحوار، شكرا جزيلا لحضرتك. وكذلك الدكتور علي التميمي الخبير القانوني، شكرا جزيلا لك دكتورنا الكريم. والأستاذ أحمد الجميلي رئيس مجلس الآباء والمعلمين في إعدادية، حياك الله. بس عيد صلاتكم مجمولة ما سألتك عنها. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في الغد يتجدد اللقاء بإذن الله، في أمان الله.